حلقة جديدة من فرصة، ولدينا في العناوين: جامعة الشرق الأبيض المتوسط بقبرص التركية تعلن منحا مجانية للعام 2025. وفي ملف حلقتنا، طلبة الثانوية العامة ضحايا الإهمال وتدهور الأوضاع بالبلاد. وسنتعرف معا إلى تخصص إدارة التسويق. أهلا بكم. في هذه الحلقة نتحدث عن منحة جامعة الشرق الأبيض المتوسط بقبرص التركية للعام 2025. منحة جامعة الشرق الأبيض المتوسط بقبرص التركية ممولة بالكامل لجميع المراحل الدراسية للبكالوريوس أو الدراسات العليا. المنحة تستهدف طلبة الأجانب في العديد من دول العالم وتشمل طلبة اليمنيين. التقديم على هذه المنحة متاح إلى يومنا هذا وينتهي في 15 من أغسطس القادم. في المادة التالية نعرض تفاصيل المنحة ومميزاتها وشروط القبول والتسجيل. للاطلاع أكثر على تفاصيل المنحة يمكنكم قراءة الكود في نهاية المادة، كما سنضع رابط التقديم أسفل هذه الحلقة، فنتابع. بعد التعرف على شروط القبول بجامعة الشرق الأبيض المتوسط في قبرص التركية، نقدم في هذه المادة شرحا توضيحيا لطريقة التقديم على المنصة، نتعرف من خلاله إلى طريقة التسجيل، فإليكم التفاصيل. للتسجيل على منحة جامعة الشرق الأبيض المتوسط في قبرص التركية للعام 2025، نقوم بفتح الرابط الخاص بالتقديم على المنحة، ومن الصفحة الأساسية يمكننا الاطلاع على المعلومات الأساسية للمنحة، ومن هنا يمكننا معرفة أهم التخصصات المتاح التقديم عليها، بالإضافة إلى معرفة لغة الدراسة سواء كانت الإنجليزية أو التركية. ومن أسفل هذه الصفحة نتعرف على المعدل المطلوب من الطلبة اليمنيين من أجل التقديم على التخصصات العلمية في المنحة. ومن أجل التسجيل في المنحة ننقر على أيقونة قدم الآن، وبعد الانتهاء من عملية التسجيل في هذه الصفحة نقوم بالدخول على موقع المنحة من أيقونة تسجيل الدخول. سنلاحظ أن التقديم على المنح يمر بثمان خطوات. في الخطوة الأولى نعبئ البيانات الشخصية الخاصة بنا. الخطوة الثانية خاصة بمعلومات آخر مرحلة أكاديمية تم الالتحاق بها. في الخطوة الثالثة يتم اختيار اللغة الأكاديمية المراد الالتحاق بها، بالإضافة إلى الجامعة والتخصص. الخطوة الرابعة تسأل المنح عن مصدر الدخل الخاص بنا سواء كانت العائلة أو العمل.
في الخطوة الخامسة تتم الموافقة على الطالب المتقدم للحصول على منحة دراسية جزئية في حال عدم قبوله في المنحة المجانية. الخطوة السادسة تسأل المنحة عن طريقة تعرفك على المعلومات الخاصة بالتقديم على المنحة. الخطوة السابعة خاصة بإرفاق المستندات المطلوبة من قبل المنحة من هنا. الخطوة الثامنة والأخيرة تتم فيها الموافقة على شروط المنحة. وبعد التأكد من جميع المعلومات المقدمة نقوم بحفظها وضغط أيقونة التقديم. حظاً موفقاً لجميع المتقدمين. يشكل التعليم الثانوي حجر الزاوية في بناء الإنسان والمجتمع، لذا فإن الاهتمام به يعد من أولويات التنمية في دول العالم أجمع، لأن التعليم اليوم أصبح يعاني من العديد من المشاكل، وتزامنا مع امتحانات الثانوية العامة لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بقسميها الأدبي والعلمي، يجدر تسليط الضوء على أوضاع هذه الشريحة المهمة من الطلاب، خصوصا في ظل استمرار الصراع بالبلاد والذي ألقى بظلاله على العملية التعليمية برمتها. نتابع. طلاب اليوم مستقبل الغد، إلا أن الطلبة اليمنيين اليوم يعانون الكثير من المشاكل، بما فيهم طلاب المرحلة الثانوية العامة، المرحلة الفاصلة بين التعليم الإعدادي والتعليم الجامعي. وتزامنا مع امتحانات الثانوية العامة لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بقسميه الأدبي والعلمي، يجدر تسليط الضوء على أوضاع هذه الشريحة المهمة من الطلاب، خصوصا في ظل استمرار الصراع الذي ألقى بظلاله على العملية التعليمية برمتها. يعاني طلاب الثانوية العامة من العديد من المشاكل، أبرزها انقطاع الدراسة جراء الإضرابات المتتالية من قبل المعلمين المطالبين بمستحقاتهم، ناهيك عن النقص الكبير في الموارد المالية والتجهيزات للمدارس الحكومية، مما يؤثر على جودة البنية التحتية والمناهج التعليمية. حالة الفوضى التي تعيشها البلاد خلقت مساحة كبيرة للغش بشكل فاضح، بالسماح للطلاب بإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الامتحانات أو إخراج ملفاتهم إلى الشارع للحصول على الإجابات بحجة سوء الأوضاع وعدم قدرة الطلاب على مراجعة دروسهم. ولا يمر عام دراسي إلا وتكتشف الجهات المعنية تسريب أسئلة الامتحان في أحد مراكز إجراءات امتحانات الثانوية العامة، ما يؤثر سلباً على مخرجات العملية التعليمية في البلاد. الوضع الحالي للتعليم أصبح سيئاً أكثر من أي وقت مضى، وتذيل معه قطاع التعليم سلم القطاعات الأخرى، ولم نعد نرى ذلك الحماس والشغف بالتنافس على المراكز الأولى داخل الصف نفسه، ولا الاجتهاد لتحقيق أعلى الدرجات بالاعتماد على النفس. وترسخت فكرة الغش في تفكير الطلاب حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، فمن يتحمل المسؤولية يا ترى؟ للحديث أكثر عن أوضاع طلاب الثانوية العامة ينضم إلينا عبر الزوم طالب أسامة المليكي. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج فرصة. أهلا وسهلا أستاذها هالة، وشكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. مرحبا بك. يعني وأنت كطالب يعني خريج من الثانوية العامة، نرى أن مرحلة الثانوية العامة مرحلة مفصلية في حياة الطالب المقدم على دراسة تخصص ما في الجامعة، كيف ترى أو تقيم مستوى التعليم الثانوي في البلاد، وما هي أبرز التحديات التي واجهها التعليم الثانوي؟ شكرا مرة أخرى على هذه الاستضافة الكريمة. لكن كما تعلمون أستاذ هالة، يعيش اليمن أزمة طاحنة منذ أكثر من عقد من الزمن. هذه الأزمة أثرت بشكل عميق على كافة جوانب الحياة في البلاد، حيث أصابت تقريبا جميع مؤسسات الدولة، وكانت من ضمن هذه المؤسسات المؤسسة التعليمية، والتي تعد من أكثر القطاعات حيوية وأهمية في البلد. نعم. فتدهور المؤسسة التعليمية أستاذ هالة أدى إلى تفاقم الإشكالية العامة التي تواجه المجتمع. فمثلا وفقا لليونيسيف، تم تدمير حوالي 2500 مدرسة منذ بداية النزاع في اليمن. تقريبا نسبة الطلاب المتأثرين حوالي 2 مليون طالب متأثر أو خارج المدرسة. رواتب المعلمين تقريبا أكثر من 70% من المعلمين لم يستلموا رواتبهم.
كذلك نسبة الفقر حوالي 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مما يؤثر على قدرة الطلاب على التعليم والتركيز. كل هذه الأرقام توضح مدى المعاناة التي وصلت لها بلادنا الحبيبة، والتي أثرت بشكل سلبي على الطالب اليمني. نعم بالفعل، يعني هي أرقام مخيفة جدا. يعني حين نرى أن هناك العديد من الطلاب لم يلتحقوا بعمليات التعليم الثانوي، هي مسألة مفصلية في حياته بشكل كبير، في حياته العلمية والعملية أيضا. أدنان، ماذا عن انتشار ظاهرة الغش بين طلاب الثانوية على وجه التحديد؟ من المسؤول عنها؟ ربما انتهى التقرير بهذا التساؤل، ونريد أن نسمع منك الإجابة، وكيف يمكن أيضا الحد منها. تقريبا المسؤولية مشتركة أولا من الطالب والمجتمع وكذلك المؤسسة التعليمية. فمثلا ضعف الرقابة أولا، هذا أدى بشكل كبير أنه خلاص الطالب صار يعتمد على الغش بدل أنه يعتمد على نفسه ويجتهد على نفسه، فصار خلاص يقول أنا بدل ما أضيع وقتي وأتعب اصلا بروح وبغش وبجيب معدل نفس الذكي، عرفتي نفس نعم. الشخص اللي تعب. فهذه احد الاسباب. الشيء الثاني الرقابه، كما ذكرت يجب ان يكون في رقابه على المراقبين ايضا، عرفتي. ايضا دورات تدريبيه، دورات توعويه عن اهميه انه يعني الطالب ينجح بمجهوده، توعيه بأهمية التعليم للطالب. كذلك توفير بيئة تعليمية مناسبة للطالب، هذا شيء مهم جدا بحيث أنه يجتهد أكثر. فهي المسؤولية مشتركة من الطرفين. نعم بالفعل، يعني ظاهرة الغش ظاهرة متجذرة جدا في البلاد وخاصة في الأرياف. يجب أن ينظر الطالب إلى ماذا بعد هذه المرحلة وهذا الأمر، ما الذي يترتب عليه؟ هناك سينكشف أمره في يعني مرحلة القبول الجامعي، حين يدخل في هذه المرحلة سينكشف هذا الأمر، ولابد أن يدرك أهمية هذا الأمر على حد سواء. أيضا ماذا عن الأسرة؟ لابد أن يكون دور الأسرة واضح جدا في المساهمة في تعزيز الثقة في أبنائها وتشجيعهم على هذه اجتياز امتحانات الثانوية العامة، سواء قبل الثانوية أو بعد الامتحانات. دور الأسرة مهم جدا هالة في جميع مراحل حياتنا، وبالأخص في المرحلة الدراسية. هنا لهم دور كبير، مثلا زي توفير جو هادئ للدراسة، تقليل الضغوطات النفسية على الطالب سواء في البيت أو في الحياة بشكل عام. التشجيع والدعم النفسي، يعني ضروري نشجعهم، نحسسهم انهم اهل كفاءه وانهم قادرين. ايضا توجيه النصائح، يعني يجب توجيه النصائح للطلاب، توعيتهم اكثر، يعني اقصد من الوالدين او من اذا في اخوان كبار وكذا، فدورهم مهم جدا هنا. نعم لابد يعني من المتابعة جدا والرقابة من قبل الأسرة على الطالب. البعض من يعني الآباء أو الأمهات لا يعرفون أي مرحلة وصل إليها الطالب إلا في مرحلة الاختبارات إن كان ثالث ثانوي، وهذه مرحلة مهمة جدا ومفصلية في حياته، يجب أخذها بعين الاعتبار ويعني بقوة جدا من قبل الأسرة، سواء كان بالدعم والتشجيع أو المتابعة وخلق علاقات صديقة بينه وبين المدرسة حتى يحقق نتائج مثمرة في هذا الجانب. أيضا ماذا عن الجهات المعنية؟ هل هناك دور مهم تقوم به الجهات المعنية في توفير بيئة تعليمية مناسبة لطلبة الثانوية العامة؟ وكيف يمكن حل مشاكل المعلمين على حد سواء؟ قبل ما أبدأ أسرد إيش ممكن الجهات المعنية توفر للطالب، أنا أتكلم عن نفسي. درست الابتدائية، أذكر كنت أدرس في الأرض بين التراب، أقعد على التراب، وكان العقارب والحنشان مليان الصف يعني. فللأسف البيئة التعليمية مش متوفرة في المدارس، يعني تشوفي المدارس حالتها يرثى لها إلا القليل من المدارس. فيجب أولا من الجهات المعنية أن توفر بيئة آمنة جيدة محفزة للطالب، حيث انه انا انتظر متى بروح المدرسه
بتعلم هناك، لكن للأسف أنا أروح المدرسة ما في بيئة جيدة إطلاقا. هذا شيء. أيضا توفير المواد الدراسية، فتعرفي أنه البلد يمر في حالة صعبة يعني، فكثير من الطلاب للأسف ما عندهم شيء يعني، ما عندهم حتى حق الدفتر. وعاد مع الأوضاع كثير من الطلاب يدفعون شهريا في المدارس، حتى في المدارس الحكومية، عشان المدرسين ما عندهم رواتب، وهذه مشكلة بحد ذاتها. بعضهم ينقطع عن المدرسة بهذا الشيء، أو أنه يصير مقصر وخلاص، يقول أنا بقعد في البيت لا نهاية السنة بروح أختبر الثالث ثانوي وغش وعلى الله يعني، عرفتي؟ فهنا لابد من توفير المواد الدراسية. أيضا حل مشاكل المعلمين، المعلم هو المربي، المعلم هو صانع المستقبل في بالفعل يعني، خاصة ما يخص المعلمين يعني، هو لهم دور كبير جدا في خلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب وتشجيعهم على المواصلة في هذه المرحلة التعليمية بشكل تحديد. يعني إيجاد بنية تحتية آمنة شيء مهم. أيضا التحديات التي ربما يواجهها من انعدام الكتب المدرسية، أيضا يعني قلة المتابعة وضعف التشجيع، يقف على عاتق الحكومة أولا ومن ثم المنظمات الدولية لتقف بشكل حاسم في هذا الأمر وتشجع الطلبة على المضي قدما في تحقيق مستقبلهم الدراسي. أسامة المليكي، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا ضمن هذه الفقرة. شكرا. مشاهدينا الكرام، في فقرة التخصص نتعرف اليوم على مجال إدارة التسويق. ما الذي يعترض هذا التخصص من تحديات؟ وما هي الفرص التي تنتظره في سوق العمل؟ في هذه المادة نقترب أكثر من تفاصيل وبعد هذا التخصص الجامعي مع خديجة كشات. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا خديجة محمد كشات، تخصص تسويق. طبعا تخصص تسويق يهتم بالكشف عن احتياجات العميل واحتياجات السوق واستخدام الاستراتيجيات التسويقية المناسبة لتلك الاحتياجات. أيضا يساعد على مساعدة الشركات في تحقيق أهدافها من خلال تلبية تلك الاحتياجات للعميل وتحقيق أرباح من خلال تلك المبيعات. هناك مجموعة من المواد الأساسية التي لا بد من دراستها في تخصص التسويق، مثل مبادئ التسويق والتسويق الدولي والتسويق السياحي وأيضا التسويق الرقمي الإلكتروني. أيضا تقوم بدراسة سلوك المستهلك ودراسة العلاقات العامة وبعض من المواد الإدارية والمواد المحاسبية. أما بالنسبة للوظائف التي يقدمها هذا التخصص أو بإمكاننا العمل فيها من خلال هذا التخصص، أولاً مدير المبيعات الذي يقوم بوضع استراتيجيات تنظيمية للمبيعات ودراسة متطلبات العملاء، أيضاً وظيفة أخصائي علاقات عامة الذي يقوم بمساعدة الشركة في بناء سمعة طيبة لدى العملاء عن منتجاتها والحفاظ عليها، أيضاً وظيفة المسوق الإلكتروني وهو الذي يقوم بالتسويق عبر الإنترنت وزيادة نسبة المبيعات من خلال ذلك، أيضاً مدير مواقع التواصل الاجتماعي وهو الذي يدير العلامة التجارية في عبر المنصات الاجتماعية أو عبر الإنترنت. إلى أخبارنا المنوعة، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقديم على منح التبادل الثقافي ومنحا دراسية في تونس والأردن والجزائر. وبحسب إعلان الوزارة، فإن آخر موعد للتقديم يوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من يوليو الجاري. أوضح إعلان الوزارة أن منح الدراسات العليا في الأردن والجامعية في تونس متاحة في التخصصات العلمية باستثناء التخصصات الطبية. دشن مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي ورشة عمل لتطوير نظام الجودة الداخلي في مؤسسات التعليم العالي. واستعرض المشاركون في الورشة نتائج استبانة نظام الجودة الداخلي وهيكلته، كما ناقشت تجارب أربع جامعات يمنية في مجال أنظمة الجودة الداخلية، بالإضافة إلى المكونات الأساسية لنظام الجودة الداخلي في مؤسسات التعليم العالي.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج فرصة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق البرنامج، نلقاكم في فرصة مقبلة، إلى اللقاء.